تتمتع بمرتبة عالية في عالم السياحة والسفر، رغم صغر حجمها على الخريطة تشهد إقبالاً متزايداً من الزائرين سنوياً. تتنوع السياحة فيها بين الثقافة والتاريخ العريق والمنتجعات الفخمة من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب الرحلات العائلية والشبانية. تعالوا معنا في رحلة سريعة إلى تونس. تونس التي تظل الوجهة المفضلة لكثير من الجزائريين الذين يقصدونها للفسحة والاستجمام، مدينة الشمس والقمر والنخيلة والحضارة والتاريخ، فسيحة الأرجاء، بسيطة السخاء ومستطيلة المساحة، كثيرة المساجد، عظيمة المشاهد، جمعت بين غضوبة الماء واعتدال الهواء وطيبة التربة، هكذا يتغنى بها محبوها. تونس الخضراء هي وجهة مثالية لكل من يريد الاسترخاء والابتعاد عن صخب الحياة والذهاب في تجربة مدهشة ومغامرات لا حصر لها. السياحة في تونس تعتبر واحدة من الوجهات التي يذهب الناس إليها لأكثر من أسبوعين، لأن أسبوعين أبداً لن تكون مدة كافية لاستكشاف كل الأماكن الرائعة الموجودة بها، وسترهق نفسك لزيارتها كلها. السلام عليكم. أنا من الجزائر ونجي لتونس، موالف كل، مش أول مرة نجي، موالف نجي وتعجبني هذه المنطقة سيدي بوسعيد، وجبت معي أصحابي هذه المرة باش يجيو يشوفوا، موالف نحكي لهم عليها، والحمد لله عجبتهم وأنا جبتهم سيدي بوسعيد، هم فرحانين وارتحنا لهنا في القهوة هذه خصوصا، قهوة سيدي شبعان نعرفها بالاسم هذا هنايا، قبلك البحر من هنا ترتاح، وهنا ولاد بحر ولاد عنابة، وعنابة تونس والجزائر بلاد واحدة. هذه لا بروميير فوا نجيها نحن تونس، جينا نعقبوا الويكاند هنا، عجبتني الله يبارك ملاحة من ضافة من بلادها كامل عبادها بيان، وجينا نعقبوا الويكاند هنا بيان ملاحة عجبتني سيدي بوسعيد. بون ديجا نشوفها، ديجا نعرفها ديجا انا في الانترنت نشوفها ديجا، وحبيت نجي نشوف القهوة هذه وعجبتني بيان. انت هيك لم يكن لدينا متسع من الوقت حتى نزور تونس بكل أرجائها، إلا أن رحلتنا القصيرة رفقة مؤسسة كوندور مكنتنا من استكشاف سحر المنطقة. البداية كانت من منتجعاتها الفخمة على غرار جولدن توليب، التي تعد من المنتجعات الساحلية الشهيرة والتي هي وجهات الباحثين عن أشعة الشمس، كما أن محبي تونس باتوا يقصدونها على وجه الخصوص لأهداف تجارية وثقافية وعلاجية. أولا مرحبا بكم، الفندق نتاعنا معروف فندق خاص أكثر حاجة لرجال الأعمال والسياحة المؤتمرات وكذلك للعائلات، وهذه ديفيرسيتي هذه موجودة خاطر الأوتيل نتاعنا كبير كما تقولوا انتم بزاف، وفيه المرافق الكل اللي يحتاجها سواء كان رجل أعمال أو العائلة لما تتحول هنايا. احنا أوتيل 264 غرفة بكافة أنواع، كما كذلك الأجنحة بجميع أنواعها، بريزيدنشال، مينيستيريال، جونيور، الأمباسادور، وكذلك أوتيل فيه أربع حمامات سباحة، واحد مغطى انتيريور، واحد تروز بيسين اكستيريور، ainsi que des شقق فندقية للعائلات الكبيرة اللي تحب تتحول هنايا. من ناحية المطاعم عندنا ثلاثة مطاعم، واحد انترناسيونال وواحد ايطاليان لاستالا، وعندنا كذلك المطعم كالكوتا اللي هو المطعم الهندي الوحيد في الجمهورية التونسية، شيف هندي كذلك، من لي زيبيس حتى لي زيبيس الكل نجيبو فيها من الهند، يجيو من الهند. سياحة نستقطبوا كثير من الزبائن الجزائريين، الأخوة الجزائريين، رجال الأعمال، المؤتمرات الكبيرة، وهما دائما على الرحب والساعة موجودين ومرحبا بهم في كل وقت. هذا الشكل من الزيارات تجاوز النظر للسياحة على أنها بحار ورمال ومناظر طبيعية،
الفندق يركز بالدرجة الأولى على سياحة الأعمال في فصول تقل فيها السياحة الشاطئية، حيث تكثر الزحمة بالإضافة لسحر الفندق واحتفاظه بطابعها التاريخي القديم. يتمتع الفندق بمرافق عدة ومناطق سياحية جميلة وخلابة تجعل منه هدفاً ومقصداً للزيارة والسياحة من شتى الشعوب، لا سيما بشاطئه الرائع وإطلالته على طبيعة عذراء، إضافة إلى المكان الأثري الذي يروي للزائر حكاية تونس وتاريخها القديمة، وهو خزندار تونس الذي كان بمثابة وزير المالية التونسي في عهد البيات مصطلح متات من اللغة التركية. ووجد هذا المصطلح وهذه الوظيفة في أماكن شتى من العالم الإسلامي في مصر المملوكية ودمشق والمغرب العربية، وتطلق على كل من يتولى مهام أمين مال سواء كان يعمل لفائدة أمير أو السلطان المملوكي. والواجب الأول للخزندار هو حراسة مال السلطان وتوزيع الهدايا في بعض المناسبات. نقف الآن في أعلى نقطة في جامارت، قصر بني عياد الذي يسمى خزندار تونس بمثابة وزير المالية في عهد البيات. من المواقع اللي الناس تحبها برشا، تجي كل عشية تشرب قهوة، تشرب أي حاجة، شيشة، تاكل للعائلات لرجال الأعمال بعد نهار كامل مع المنظر اللي قدامهم الكل، فمع الاستماع للموسيقى تكون عنا فرقة موجودة هنا في رمضان، زادة كذلك قعدات رمضان كلها هنا موجودة، فيجيوا مرحبا وتمتموا ونحبوا نبارتاج ce moment cette vue là avec vous. مرحبا بكم. ميرسي. في نفس اليوم من الزيارة بعد قضاء نصف يوم لزيارة فندق جولدن توليب، توجهنا إلى سيدي بوسعيد الغير بعيدة عن فندق الذي يطل على هذه القرية السحرية من بعض جوانبه. من أشهر المعالم السياحية في تونس سيدي بوسعيد، بلدة خرافية تشبه القرى في الأساطير، تقع على ربوة عالية مطلة على البحر، تمتاز البيوت فيها بتجانس اللون الأبيض مع النوافذ والأبواب الزرقاء. تابعونا لنزورها معا. هي عبارة عن قرية جميلة تقع في أعلى منطقة بالجولف وتتميز بوجود أبعادها الصغيرة والبسيطة. هذه القرية الصغيرة التي تشبه الأساطير واحدة من الأماكن السياحية الأكثر شهرة في تونس وإحدى ضواحي العاصمة، حيث تبعد عنها نصف ساعة فقط، وهي عبارة عن قرية صغيرة تقع على ربوة عالية مطلة على البحر تتميز بأزقتها البيضاء ذات النوافذ والأبواب الزرقاء. ومن أشهر معاملها قصر النجمة الزهراء والقرية المعمارية التونسية ومقهى سيدي شعبان، ويعد واحدا من أفضل الأماكن للأشخاص الذين لا يحبون المساحات الشاسعة الضخمة، فهو مكان صغير الحجم. هذا المكان إلى هذه الدرجة هو أنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل لجزيرة سانتوريني اليونانية، فكل المباني به باللون الأبيض أو الأزرق فقط، ولكنه أرخص بكثير منها. سيدي بوسعيد له اسم آخر وهو مدينة التلال. أنا من مصر، من القاهرة، أم الدنيا. أول مرة تونس، الرحلة لا، تونس بلد سياحية جميلة جدا، من أجمل البلاد اللي الواحد زارها، يعني فيها أماكن كتير كويسة جدا، زي المكان اللي احنا فيه ده سيدي بوسعيد، في مكان كويس جدا المرسى، وفي الحبيب بورقيبة ببوابة فرنسا I think. وفي كمان منطقة قرطاج، احنا لسه ما زورناهاش بس نسمع فيها ان هي كويسة كتير. بصراحة لم أكن أتوقع أن تونس بهذا الجمال وهذه الطبيعة الخلابة. نحن نسمع أن تونس خضراء، لكن خضرتها وطيبة شعبها وشعبها المضياف الذي حقيقة تفاجأت أن يكون بين ناس أول مرة أقابلهم وأحس أنهم أسرتي وعائلتي وأخواني وأخواتي. السياحة في تونس أظن تونس من أجمل الدول العربية اللي موجودة على الخارطة العربية وفي الشرق الأوسط، لما لها من طبيعة خلابة ومدن صغيرة في المساحة، لكنها فعلا تجذب السائح إليها
وأتمنى أنه كل شخص يحب أن يسافر أو يحب السياحة أن يزور تونس ويزور المدن التونسية ويكون لتونس نصيب من السياحة العربية والسياحة الدولية في العالم ككل. فيها برشا سياح يجيوها من كل العالم وكل المنطقة أثرية ومنطقة قديمة فيها الأبيض والأزرق معروفة. ويجونا أخوانا الجزائرية الليبية يجونا من كل بلايص. تونس بلد عريق في تاريخه وحضارته يقع في قلب العالم قريبا جدا من أوروبا ويعد بوابة إفريقيا من شمالها كما يعد ملتقا مختلف الحضارات التي عرفتها منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ القديم. وقد تركت كل تلك الحضارات بصماتها في ثقافة التونسيين وسلوكهم ولغتهم وصناعاتهم وخرافهم، وتزخر تونس بمنتجات الصناعات التقليدية التي زادتها السياحة تطوراً وانتعاشاً، ويجد كل السياح المتوافدين ما يرضي أذواقهم ويلبي حاجاتهم من منتجات الصناعات التقليدية. موجودة في سيدي بوسعيد حرفية تونسية، يعني عندي أنبال ماريس تقريب 40 سنة حرفة في المصوغ التقليدي نتاعنا، طورت فيه ومعناها كانت قبل الانسان في المدينه ما يلبسوش العربي يقولوا له عروبي شويه، وطورت فيه وتوصاير الناس كل تلبسوا ويتفنوا فيه، والسنه هذه معناها كرموني صناعه تقليديه على الحرفه هذه، فهمتني؟ وانا توا مثلا معناها اول مره خدمت في تطوير المصوغ في تونس، كنت نخدم في الفضة والعربي نتاعنا، توا انتقلت وليت نعمل في النحاس. النحاس يقولوا توا المستقبل هو النحاس على خاطر عنده منافع صحية، يعني ما شاء الله من كل العالم الناس تجي للقرية هذه من غير ما نمشي نتعرف عليها، سيدي بوسعيد معروف في العالم، ويجيوا معناها ويشريوا الحاجات هذه ومطلوبة. الصناعات التقليدية التونسية تتنوع بتنوع المنطقة وما يتوفر فيها من مواد أولية من جهة، وما مر بها من تاريخ وحضارة من جهة أخرى. ومن أشهر الصناعات التقليدية في تونس صناعة الزربية كما يسمونها، وكلمة الزربية هي مفردة كلمة قرآنية فصيحة وتعني السجد، وتكثر صناعة الزربية في المناطق التي يتوفر فيها الصوف، وتشتهر بها مدينة القيروان التي كانت عاصمة تونس إفريقية بل المغرب العربي الأول عندما أسسها عقبة بن نافع الفهري عام 50 للهجرة وجعلها منطلقاً لفتوحاته الظاهرة. إلا أن الزربية تصنع أيضاً في كامل المنطقة المعروفة بمنطقة الساحل، وهي المنطقة الساحلية، ورغم التطور الذي شهدته صناعة الفخار فإنها ما زالت تعتمد على لمسات الحرفي الفنية ومواهبه وخبرته في تشكيل الأواني وغيرها، في حين أن صناعة الخزف تطورت بشكل مذهل ولم تعد في قوالب بل وتعتمد على آلات متطورة في تشكيل القطع الفنية، غير أن مجال الابتكار والإبداع في هذه الصناعة يبقى رحباً وله آفاقاً واسعة. وتزدهر في تونس صناعة الشاشية التونسية الشهيرة، ويبدو أن أصل كلمة الشاشية تركي وتعني الطاقية المنمقة. كما تزدهر في تونس صناعة البرانيس، وفي العاصمة تزدهر صناعات تقليدية كثيرة كانت في معظمها صناعات نفعية، منها أدوات النحاسية والجلدية والفضية والصوفية، وأسواق للذهب والمنسوجات بمختلف أنواعها وللخشب والعطور التقليدية. المطبخ التونسي يتمتع بسمعة طيبة، ومن أكثر الأطباق التونسية شهرة ويفضله الكثير من السائحين والسكان المحليين كذلك الكسكس مع اللحم أو الخضروات، مضافا إليه القرع والفاصوليا الباردة، فبعض المناطق التونسية تصنع خبيباته صغيرة والبعض الآخر يصنعها كبيرة، وهناك من يفضل الكسكس بالرمان ووضع القرفة لتمنحه نكهة نشهة. تجولنا في المدينة وتذوقنا طعم أطباقها، منها الخفافة التونسية الرائع المذاق، لنعود بعد غروب الشمس وننهي زيارتنا إلى المدينة بفندق جولدن توليب بجلسة شاي على أنغام الموسيقى التقليدية التونسية. هذه هي تونس إذن، إمكانيات سياحية كبيرة ترافقها ثقافة واسعة في التعامل مع السياح، فالسياحة مورد اقتصادي هام إن تم استغلالها جيداً.